عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله، وإن من تقوى الله عز وجل أن نبني المواقف في الأمكنة وفي الحوادث الخطيرة نبني على موقف شرعي، وليس أحد منا إلا وله موقف، ولا بد له أن يتخذ موقفا من كل قضية التي تقع في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، وأن يكون هذا الموقف موقف شرعي، لأنه سيسأل عن موقفه وعن كلامه وعن تشجيعه أو عن سكوته، ويبني ذلك على أساس التقوى ليس إلا. فحتى بيوت الله عز وجل إذا لم تبنى على أساس التقوى تتحول من بيوت لله ومساجد يعبد فيها الله إلى مآوي للشيطان ومخابئ للوسوسات، ويعبر عنها بمساجد ضرار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء في سيرته قوض واحدا من تلك المساجد التي وصفت بهذا الوصف، مسجد ضرار. هذا العنوان قد يكون في مسجد، عنوان الضرارية، قد يكون في مسجد وقد يكون في شخص ويسمي نفسه عالما أو داعيا، دكتورا أو غير ذلك، يحمل هذه الصفة أو تلك، لكنه ينطق باسم الشيطان، فلا يكون موقفه موقفا مبنيا على أساس التقوى. وهنا لا بد من ذكر بعض تلك المواقف لكي تكون واضحة أمام المسلم ويقف عند الأحداث بمسؤولية شرعية. هناك آيات عديدة تتحدث عن كيف تكون المواقف مذمومة مما يمكن أن يتصف به الفرد ويمكن أن تتصف به الجماعة، خصوصا في مثل هذه الأزمنة التي نحن فيها ونعيش فيها، حيث اشتدت فيها الأزمات والفتن ونتيجة ذلك إراقة الدماء. وهنا لابد أن أختصر، لأن تلك المواقف جدا متعددة، وأبرزها نصبها بإطار القاعدة. القاعدة الأولى: النهي عن أن يبنى الموقف على الهوى. يعني المراد بالهوى الهوى هو ميول الإنسان الشخصية، أو حبه الشخصي، أو كرهه الشخصي الذي يدفعه إلى غريزته وإلى شهوته وإلى أهوائه، أو إلى انتماءاته الأسرية القبلية أو المحلية أو الجغرافية، بعيدا عما يقتضيه الحق ويقتضيه العلم والعقل. فإن الله عز وجل جعل الهوى في مقابل الحق، فنهانا عز وجل حيث يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. طبعا الشنآن البغضاء والكراهية.
هذه البغضاء والكراهية طبيعي، من أين منشأها؟ منشأها الهوى، لأن ما يمكن الإنسان إذا حل في قلبه الإيمان أن يجمع الإيمان ويكون قرينه الكراهية، كراهية والإيمان ضدان، ما يمكن أن يجتمع. أيمكن أن يكون إيمان وإلى جنب كراهية وبغضاء وشنآن؟ طبعا يعنينا هنا المسألة مسألة الهوى، في مثل يقول حب وقول وابغض وقول، وفي الواقع لأن الكلام يصدر عن محبة وعن كراهية. لا يسوغ للإنسان أن يسترسل في وصف من يحبه بالأوصاف التي فيها حق وفيها باطل، ولا أن يسترسل في وصف من يكرهه بما فيه الحق وفيه الباطل. إذن العدل والموقف الشرعي إنما يكون إذا بني على أساس الحق والعدل والإنصاف، فلا يجوز للإنسان أن يبني مواقفه على أساس الهوى والبغضاء. يقول الله عز وجل وهو يخاطب نبيه وحبيبه المصطفى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. طبعا يتحدث عن مجموعة من التشريعات التي خطب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمنعه وتحرم عليه وعلى من يتبعه ممارسة أشياء معينة على مستوى المأكل والمشرب أو السلوكيات. إذا وصل إليك علم أن هذا ما يريده الله وأن هذا ما نهى الله عنه، هذا هو مربط الفرس، هاي الكلمة الجامعة، أن الإنسان يسير على خطى معرفة شرعية، فإذا كان هو من أهل الشر وأهل المعرفة أن يضم في إصدار الأوامر تقوى الله، لأن التقوى هي التي تحجز الإنسان وتمنعه أن يتخطى الأحكام الإلهية. على أساس هذه القاعدة نبني مسألة خطيرة، وهي مسألة البراءة ومسألة التولي. يعني الإنسان حينما يجد أن هذا الشخص أو هؤلاء الجماعة أو هذا المسجد أو ذاك المسجد أو هذا الموقع، نؤسس هذه المعرفة أن ننطلق على هذا العنوان، هل موقفه يعبر عن حكم الله أو لا؟ فنتخذ الموقف لأن سنحاسب يوم القيامة، وإن كان الموقف عن مسألة صغيرة بين اثنين، يعني في مسألة شخصية، فكيف إذا كانت المسألة اجتماعية وقد تكون هذه المسألة مثيرة لبعض الفتن والحساسية والخلافات بين المسلمين؟ قاعدة ثانية، النهي عن أن يبنى الموقف على أساس الجهل. القرآن يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله سبحانه وتعالى إنما زودنا بهذه الوسائل والأدوات من أجل أن نعرف العلم وأن نسير على العلم، يعني شيء محسوس وملموس، إن السمع وليس قيل
والبصر، وليس أنه يحتمل، والفؤاد من فأد، يعني التثبت، لأن القلب إذا ثبت يقال له فؤاد، القلب يتقلب، فإذا ثبت على مسألة اطمأن من مصدرها يقال له فؤاد. إذن هذه الوسائل وضعها الله في الإنسان حتى تعينه على المعرفة. فإذا أردنا أن نحكم على شيء مما يرى يجب أن نحكم عليه بعد أن نراه. لا يجوز لأحد أن يقول رأيت الهلال مثلا، المسألة معروفة وهو لم يره. حتى الرؤية تحتاج إلى أيضا تبصر وتثبت، فربما رأى خيالا. وهناك في الأحاديث كذب عينك في أخيك المؤمن، أيوجد قول أخطر من هذا القول؟ أن الإنسان يرى بعينه ويقول لعينه أنت مخطئة، لأن هذا مؤمن. أو سمعت فلانا يقول كذا وهو لم يسمعه، أو لمست الشيء الفلاني أنا أحسست فيه، وربما حتى الحس يحصل فيه الخطأ. كل ذلك حفظا لكرامة الإنسان وصيانة لحرمات المسلمين. وفي سيرة أهل البيت كانوا يغضون النظر حتى عن بعض السلبيات، فهذا يسبه وهذا ينتقده فيتغاضى عنه الإمام المعصوم كالإمام الحسن سلام الله عليه. وهذه الآية الناطقة حيث وصف النبي بأذن، يعني يصغي كثيرا ولا يقول إلا قليل، فقال الله أذن خير لكم، وأذن خير لكم تقرأ، يعني حينما يسمع كثير ولا يقول إلا القليل، وحينما يسمع من الطرفين ويعلم واحد كاذب فيسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك رفعا للإحراج عن هذا وعن ذاك. هذه من رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبنفس الوقت هو سلوك أخلاقي يعلمه لكل الناس. إذن فمن يبني موقفه على خلاف هذا سيكون قد بنى موقفه على أساس الجهل، والجهل مذموم وقبيح بالفطرة وبالعقل ومعاقب، ليس جهلا محضا، وإنما تجاهل وتجاهل وتجاهل حتى أصبح الجهل طبيعة له، حتى أصبح الإنسان في إصدار الأحكام عن الجهل. أي مسألة دقيقة جدا الإنسان ينتبه لها. أنا لا أقول أن هذا العالم جاهل محض، لو جاهل كان ما وصل إلى هاي المرحلة. ما أقول هذا المثقف الدكتور جاهل، أنا أقول والقرآن يصدع بهاي الحقيقة، أني جعلت لكم السمع والبصر والفؤاد، فإذن أنتم عقلاء لماذا تصدرون الأحكام عن جهل؟ لا لا، مو عن جهل محض، وإنما هذا يتجاهل ويغض النظر، والعصبية البغضاء تأخذه أن يفتي خلاف هذا ويقول خلاف الحقيقة، تتعود فطرته وذهنه وسلوكه على الجهل. هذا اللي يقصده القرآن الكريم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأيضا بالنقل الشرعي، يعني الموقف
يعني بالفطرة والعقل والنقل الشرعي. يقول الله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عصمنا الله جميعا عن كل خطأ يوجب الفرقة ويثير الفتنة، وعصمنا الله ألا نخطو خطوة إلا بالعلم وبعيدين عن المؤثرات الأخرى من الجهل ومن الهوى ومن العصبية ومن الانتمائيات. وأستغفر الله لي ولكم.